سلام، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في وصفات جديدة. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم دو غوسيت. بالنسبة للوصفة الاولى راح نديرو غراتان تاع الرز بطريقة بزاف سهلة، يجي بزاف بنين ما يتشبعش، يجي مشمخ من الداخل ماشي ناشف، مام تاني كمدوزن. كان بزاف ناس ما يحبوش ياكلوا الرز ولا يطيبوه في شهر رمضان، كان اللي يقول لك تقيل. انا اقول لكم جربوه بهاد لا فاصون، على بالي بلي راه رايح يعجبكم، يجي بزاف بنين هايل وخفيف تانيك. وبالنسبه للوصفه الثانيه حنديرو كيف كيف دي فيغين سكري بلي زانانا كاراميليزي. حنديرو دي فيغين حلوين بالاناناس المكرمل. كيف كيف طريقه التحضير تاعهم بزاف سهله، وشحال يجي بنين صراحه، يجي هايل، خفيف 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 وبزاف بنين. ميم تانيك بوغ لي زانغريديون ديالو، ماشي حاجه كبيره، والطريقه تاعو كيما قلت لكم بزاف سهله. نتمنى ان شاء الله لي دو ريسيت تاع اليوم يعجبوكم. بدون اطاله نروحو نشوفو لا بريباراسيون اي لي زانغريديون تاع الوصفات تاعنا تاع اليوم. بسم الله، نبداو بلي زانغريديون تاع لا بروميير ريسيت. راح نديرو لو غراتان. اول حاجه عندي هنايا كاس تاع الرز، استعملت انايا هنايا رز بسماتي، هو اللي يجينا مزربع ويجينا مليح. الرز ديالي بيان سور نختو في الماء مده 10 دقائق باش تنحالو هذيك لاميدون ولا هذاك النشا. ابخي صفيتو قطرتو كامل من هذاك الماء ديالو. عندي هنايا تانيك كميه مصدر تاع الدجاج، كميه قليله برك، قسمتها ودي صغار. هنايا عندي حبيبه بصل تكون مويان، كيف كيف قسمتها بشكل صغير. نحتاجو هنايا حفنه تاع الجلبانه، بالنسبه للجلبانه اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليها. عندي هنايا كميه تاع لا كريم ليكيد، كريمه سائله. نحتاجو زوج سنينات تاع الثوم غافي، كميه قليله برك تاع المعدنوس يكون مقطع رقيق. بوغ لي زيبيس عندي شويه ملح، شويه فلفل كحل. عندي هنايا سكنجبير بودر، وهنايا عندي لي زيبيس تاع البولي تابل تاع الدجاج. هنايا في مقله درت كميه قليله برك تاع الزيت، وضفت عليه مغرفه تاع الزبده، ونضيف عليهم هذيك لا كونتيتي تاع حبيبه بصل اللي قلت لكم قسمتها دي صغار. هنايا بعد ما تبان لي شويه هذاك البصل، نضيف عليه لا كونتيتي تاع الثوم غافي، ونزيدو ثاني هذيك الكميه تاع صدر تاع الدجاج. بالنسبه لصدر تاع الدجاج اللي حبي يعوضو بشويه فيون داشي يقدر يعوضو. ديروا كميه قليله برك في هذا الغراتان، لا درتو دجاج ديرو غير شويه، لا درتو لا فيون داشي كيف كيف، ما يحتاج بزاف لا فيون. هنا نزيدو الحفنه تاع الجلبانه كيما قلت لكم قبيلي، ماشي متوفره عنده يقدر يستغنى عليها. تقدروا من ثاني تعوضوها بشويه زيتون خضر يفيلي يكون قطع رقيق بيان سور. ديروا لا كونتيتي تاع المعدنوس، كميه قليله توجور. وهنايا نديرو لا سيزونمون لي زيبيس لي قلت لكم عليهم، سورتو سكنجبير البولي يمشي بيان مع الزنجبيل. فوالا، توجور هنايا نخلطو بيان لي زانغريديون ديالنا ونخليهم يتقلاو. هنايا بعد ما تقلاو لي بيان هاد لي زانغريديون ديالي، نضيف هنايا هداك الكاس تاع الرز. فوالا، نقلي حوالي زوج دقائق برك باش يخدمنا كامل البنة تاع هاد الدوزينة، ماشي بزاف باش يشرب البنة تاع لي زيبيس والبولي و لي زانغريديون لخرين. الوغ هنايا بعد ما قليت حوالي زوج دقائق برك هداك الرز، منقلوش بزاف ماشي حتى يسقلكم. هنايا راني رايحة نمرقو بيان سيغ، هنا كيما قلت لكم استعملت كاس رز، الوغ انا حنستعمل هنايا زوج كيسان تاع الما. انا هنايا راني حنمرق هاد الرز ديالي بلو بويون تاع البولي. هاد لو بويون طيبت فيه الدجاج بالبصل، استعملتو فيه وصفه واحده اخرى استعملتو في البوراك، وهداك لو بويون لي طابلي فيه البولي ما رميتوش باسكو جديد وفري. فوالا، حنزيد لنا في البنه هذا الكاس الاول، والكاس الثاني راني رايحه نمرقو بماء عادي باسكو لو بويون هذاك ما كفانيش، عندي غير كاس. نتوما لا عندكم هذاك لو بويون كي طيبوا الدجاج ديالكم في الماء بالبصل الملح فلفل كحل زيتو خبوه، بون كي يكون فريش بيان سور خبوه ومرقوا به في لي بلا تاعكم، حيزيد لكم في البنه. لا كان ماشي متوفر مرقوه بماء عادي بصح ما سخون بيان سور. انا دوك لو بويون دفيتو، ومام تاني بالنسبه للكاس تاع الماء اللي درتو دافي. فوالا، هنايا نحركوهم غير شويه باش ما يسقناش الرز ديالنا. نغطي على المقله ديالي ونخليه يطيب في راحتو. الو، هنا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما طاب لي هذاك الرز ديالي، فاخذوه شوفوا كيفاش طاب لكم. رفدوا حبيبات تاع الرز وسيو كرازيوهم باش تشوفوا اسكو دخلوا طياب ولا لا. ميم تانيك بالنسبه لي مخصو تاع البولي، بيكيوهم غير بالموس باش تشوفوا الا طاب. شوفوا كيفاش طاب مزربع وفارك ما شاء الله، ماشي معجن. هنايا اون ديرني نضيف عليه لا كريم ليكيد، فوالا سيو ديروا وحده اللي تكون بنينه باش تحصلوا على طعم بنين.
يحب يزيد هنايا في هاد لي طاب شويه فرماج رابي يقدر يزيد، ولا ميم ثاني فرماج بلون فرماج سامبل تارتيني، كل واحد يدير واش حب. فوالا نخلطو بيان هاد لي زانغريديون كيف كيف. هنايا بيان سور راني نخلط في هاد لا كريم ليكيد، و لو فو ديالي راهو طافي، النار راهي طافيه، ما لازمش تخلطوها وهي شاعله، سينو الروس ديالكم راح ينشف ولا غراتان تاعكم ما يجيش مشمخ بالداخل، حيجينا ناشف. فوالا هنا لو غراتان تاعنا راه واجد. الوغ هنايا بعد ما طابت لا فارس تاعنا تاع لو غراتان، هنايا جبت لي كاسولات لي روحوا للفوق، دهنتهم بشويه زبده، انا نحب نديرهم في دي مول انديفيديوال، نتوما الا حبيتو ديروا ان غران مول فاميليال ديرو. فوالا دهنتهم هنايا بشويه زبده ونبدا نعمرهم. بالنسبه لهاد لو غراتان تقدروا ديروا الاضافات اللي حبيتو، تقدروا ميم ثاني تزيدوا له شويه شامبينيون، يجي بزاف بنين وخفيف. فوالا الو هنا كيما راكم تشوفوا معايا، بعد ما عمرت كامل هاد لي غامكان بلو غراتان درت لهم شويه فرماج رابي، بالنسبه للنوع كل واحد يدير على حسب النوع اللي يحبو. وهنايا راح ندخلهم للفوق جوست باش يتكراتيناو، كيما شفتوا كلش راهو طايب كلش راهو واجد، جوست يدو هذيك التحميره شابه ندخلهم يطيبو ونتلاقاو باش نديرو لا دوزيام غوسيت. نشوفوا هنايا لي زانغريديون تاع لا دوزيام غوسيت، حنديرو دي فيغين سكري. اول حاجه عندي هنايا اون بواط تاع لي زاناناس، استعملت انايا اناناس معلب، صفيتهم هذاك لو جو ديالو وقسمتو هكذايا دي كوب صغار. هنا عندي زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع سكر، سكر كريستاليزي سكر عادي، وهنايا نحتاجو غرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده. بالنسبه للسكر والزبده نسحقهم باش نكرمل هاد لي زانانو. بالنسبه لهاد لي زانغريديون اللي حنقولهم لكم دوكا نسحقوهم للطبقه تاع الديسير. عندي هنايا 600 مليلتر ميلونج بين هذاك لو جو اللي نقاوه في الباطا تاع لي زانانا مع الحليب، خلطتهم في زوج. هنايا عندي 70 غرام تاع مايزينا، 70 غرام تاع السكر. هنايا نحتاجو 3 حبيبات ولاد الدجاج يكونوا دافيين، غرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده، وبيان سور هنايا نسحقو رشه تاع لافاني. هنايا كوم بروميير ايتاب في مقله انا رايحين نبداو نكرملو ولا نكاراميليزيو هذوك لي زانانا. ندير هنا زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر. انا هنايا كيما قلت لكم استعمل سكر كريستاليزي، نتوما اللي عنده سكر رو ولا سكر برا سكر بني يقدر يستعملو، سي لا ميم شوز. نضيفو هنايا غرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده، وهنايا نزيد لا كونتيتي تاع لي زانانا اللي قسمتهم بشكل صغير. فوالا خلوهم يتحمصو بيان ويدبالو حتى نشوفو لا كولور تاعهم تبدلت شويه، وهاد السكر ولا ليجيرمون مارون يعني يدي لا كولور تاع الكراميل. هنا اللي حب يزيد ينكه هاد لي زانانا ديالو يدير رشه قليله برك تاع القرفه يدير، سي دي شوا كل واحد و لوكو ديالو. فوالا هدايا هنا ما نغفلوش عليهم، نحركوهم بيان حتى يدولنا هذيك لا بيل كولور دوري. هنايا نبداو نخدمو لا دوزيام كوش تاع لو ديسير تاعنا. اول حاجه في الكاسرونه ندير 3 حبيبات ولاد الدجاج كيما قلت لكم ديروهم دافيين. فوالا نزيدو لا كونتيتي تاع السكر 75 غرام. هنايا نخلطوهم غير بالشوي باش يتخلط لنا بيان لي زو مع لو سكر. هنا نضيف كيف كيف 70 غرام تاع لا مايزينا، المايزينا ديالي غربلتها بيان سور، لازم تغربلوها توجور، نحركو غير بالشوي. وهنايا نزيد كيما قلت لكم عندي 60 مليلتر ان ميلونج بين الحليب وهداك لو جو اللي نلقاوه في الباطا تاع لي زانانا. فوالا فوالا هنايا حطيت لا كاسرول ديالي سور ان فو دو ونقعد نحرك فيها هكذا غير بلو فوي حتى نشوفوها بدات تختار، ما لازمش تعقد بزاف بزاف وتولي ثقيله، سينو لو ديسير تاعنا ماشا حيجي بنين، يجي تانيك ثقيل ميجيش خفيف. جوست غير نشوفوها بدات تعقد وبدات تغلي نطفو عليها. فوالا توجو قعدو تحركو فيها باش ما ديرلكمش لي غرومو، ما تنساوش بلي فيها لا مايزينا. هنايا اون ديرني بعد ما طابت لي لا كريم ديالي، شوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش تجي، كيما قلت لكم ما تجيش بزاف متماسكه وحاكمه روحها. هنا في الاخر كامل حنضيف عليها هذاك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده. فوالا باش تجي لا تانيك بلو سوبل. ومن ثاني كون ديرني حندير عليها لافاني، لافاني خلوها مع الاخر باش تبقى الريحه ديالها و لو بون كو تاعها. فوالا نحركهم بيان بيان سور. الو هنا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما وجدت لا كريم ديالي، هنايا جبت لي فيغين اللي حنديروا فيهم لو ديسير، درت لهم هنايا في لو فون تاعهم شويه مادلين. فوالا كطبقه تحتانيه.
هنايا ديروا الحاجه اللي حبيتو، تقدروا ديروا جينواز، تقدروا ديروا ميم تانيك بيسكوي وطموه بالزبده، سينو طموه ميم تانيك بالكراميل، يعني كل واحد يدير واش حب. انا هاد المادلان ديالي اللي تباع في المحلات عادي، اللي يجي شغل مشرب فوالا باش ما يجيناش ناشف. وهنايا نبداو نديروا طبقه ثانيه تاع لا كريم هكذا، وهنايا من الفوق راح نزيد على هاد لي فيغين، هادوك لي زانانا اللي كرمناهم بالسكر والزبده. فوالا شوفوا لا كولور تاعهم شحال جات هايله تاع هذاك لو سيرو. فوالا ايضا نديرو لهم طبقه من الفوق، نمشوها كامل باش تجي مزربعه. فوالا هنايا بعد ما درت لهم كامل هادوك لي مورسو تاع لي زانانا، هنايا كلمسة اختيارية او شوا، اللي حبي يدير يدير، اللي حبي يستغنى يستغنى. انا راح نضيف عليهم شويه كراميل من الفوق، كراميل مع لي زانانا يتماشاو بيان. هكدا ديروها عشوائيا راح يتسقم. فوالا نحط انا لي فيغين ديالي يبردو ونكملهم كامل، ونشوفو لي دو غيسات تاعنا تاع اليوم ان شاء الله في الشكل النهائي. لي دو غوسيت تاعنا تاع اليوم راهم واجدين كيما شفتو معايا. كنا درنا هنايا لو غراتان تاع الرز بطريقه بزاف سهله، شوفوا كيفاش يجي. يجي الله يبارك ما شاء الله، يجي بزاف بنين، ما يقهمش، ومام تانيك خفيف. نتمنى ان شاء الله تجربوه، يعجبكم وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. فوالا. وبالنسبه لا دوزيام غوسيت كيما شفتو معايا، درنا دي فيغين سكري بلي زانانا كاراميليزي بالاناناس المكرمل. كيما شفتو معايا في وقفه درتو، ما يحكمش منا كامل الوقت، ومام تانيك ما يطلبش بزاف لي زانغريديون. شوفو كيفاش يجي، الله يبارك، يجي هايل خفيف وما يتشبعش. فوالا هنايا نشوفو لا تيكستور ديالو ولا القوام تاعو كيفاش جا. بسم الله، شوفوا كيفاش يجي، فرانشمون بزاف بنين وخفيف، اون ديري اون موس. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. الو هنايا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله لي غوسيت ديالي نالوا اعجابكم. الى عجبوكم كوم توجور ما تنساوش تخلو لي دي كومونتير باش تزيدوا تحفزوني ونمد لكم كتر وكتر. وما تنساونيش ميم تانيك بالجام، حبيت نقول لكم بارطاجيو القناه ديالي باش تكبر، بارطاجيوها مع ناسكم حبابكم العائلات ديالكم. فوالا هكذا باش تزيدوا تدعموني كتر كتر، وربي يوفقنا ان شاء الله كامل. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده، مع السلامه.